النهاردة هنتكلم عن الإعلان الرسمي من شركة شاومي لسلسلة شاومي 12 في السوق العالمي، ومن المفترض هنشوف الأجهزة دي عندنا في الأسواق العربية، وفي فيديو النهاردة هنعرف كل مواصفات ومميزات وعيوب جهاز شاومي 12 برو مع السعر الرسمي اللي أعلنت عنه شركة شاومي في الصين، واللي فاجئني شخصيا لأنه حط الجهاز في مقارنة قوية جدا مع أجهزة سامسونج وأجهزة أبل من الفئة الرائدة. عشان ما أطولش عليك يلا اشترك بالقناة ويلا بينا نبتدي الفيديو. هنبتدي مع تصميم تليفون شاومي 12 برو. هلان التليفون جاي بشكل عصري جدا، هتلاحظوا من شكل بوكس الكاميرات المميز والشاشة اللي جايب حواف ايدج واضحة جدا من الجوانب. خامات التليفون جاي من ازاز المصنفر والفريم ألمونيوم، والتليفون طبعا بيدعم خدمات الجيل الخامس وشريحتين نانو، ولكنه مش بيدعم الاي سيم. ابعاد التليفون هي 16 سم للطول و 7.5 سم للعرض. سمك التليفون حوالي 8.2 ملي. وزن التليفون بيعتبر خفيف لتليفون من الفئة الرائدة، هو حوالي 204 جرام. طبعا كلنا متعودين ان الاجهزة اللي بتيجي من الفئة الرائدة بيكون وزنها ما بين ال 220 وال 240 جرام. كمان هنلاحظ الشكل المميز لمخارج الصوت، واللي هتدي لك تجربة سماع للوسائط ممتازة جدا من خلال التقنية اللي بتقدمها شركة هارمون كاردون ودولبي اتموس. ولكن كعادة الاجهزة الرائدة او اجهزة الفلاج شيب، مش هتلاقي ان التليفون بيدعم مخرج ال 3.5 الهاند فري، وده طبيعي لان معظم الناس اللي بتستخدم الاجهزة من الفئة الرائدة بتعتمد على الايربودز او السماعات اللي بتشتغل بتقنية البلوتوث. كمان هنلاقي ان التليفون مزود بالاي ار بلاستر او الانفراريد بورت، وده اللي هيخليك تتحكم في الاجهزة الكهربائية عن بعد. والشاشة في جهاز شاومي 12 برو بتيجي بنوتش كاميرا صغير في المنتصف ومدموج فيها سنسور البصمة، وبتعتبر افضل شاشة بتقدمها شركة شاومي في اجهزتها. هي جاية من نوع ال LTPO AMOLED كواد اتش دي بلس بتردد دايناميك من 1 ل 120 هرتز، وده هيوفر في استهلاك طاقة الجهاز بشكل كبير جدا. الشاشة هنلاقيها بحجم 6.73 انش، وعدد البيكسلز في البوصة الواحدة حوالي 521 بيكسل، ومدعومة بتقنيات زي الدولبي فيجن والـ HDR10 بلس مع سطوع بيوصل لـ 1500 نتس، مع طبقة حماية بتقدمها الشركة من نوع جوريلا جلاس فيكتوس. طبعا هنلاحظ المواصفات اللي بتقدمها شركة شاومي في شاشة شاومي 12 برو هي متميزة جدا، وفعلا هتاخد تجربة مميزة جدا سواء على مستوى مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب. ندخل على الجزء الخاص بنظام السوفت وير والمعالج. هنلاقي ان شاومي 12 برو بيجي باحدث واجهه من شاومي، وهي ميو اي 13 ونظام اندرويد 12. الواجهه سلسه جدا في الاستخدام ومليانه ميزات كتيره، هتحس من خلالها تجربه اداء مميزه جدا، واللي هيدعمها المعالج الاحدث من شركه كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الاول، واللي مصمم بمعماريه تصنيع 4 نانومتر، وده يعتبر رقم جديد في عالم المعالجات وتكنولوجيا المعالجات اللي موجوده في اجهزه الموبايل. المعالج هيقدر يوفر لك جزء كبير من استهلاك الطاقه. كمان هنلاقي ان المعالج جاي بتردد سريع حوالي 3 جيجا هرتز، مع معالج رسوم ادرينو 730، وبيعتبر معالج سناب دراجون 8 الجيل الاول، هو معالج الفئه الرائده اللي اعتمدت عليه كل الشركات في 2022. بالنسبه للرامات ومساحه التخزين، هنلاقي ان التليفون بيجي باكتر من نسخه، والرامات هي من نوع ال LPDDR5، والذاكره الداخليه جايه من نوع ال UFS 3.1. التليفون بيجي بثلاث نسخ. النسخه الاولى 8 جيجا بايت للرامات مع مساحه تخزين 128 جيجا، والنسخه الثانيه بتيجي برضو ب 8 جيجا بايت للرام مع مساحه تخزين 256 جيجا بايت، والنسخه الاعلى في شاومي 12 برو بتيجي برامات 12 جيجا بايت مع مساحه تخزين داخليه 256. وبما ان التليفون ما بيدعمش تركيب كارت ذاكره، يفضل اقتناء النسخه الاعلى. تليفون شاومي 12 برو هنلاقيه مدعوم بنظام كاميرات ثلاثي بدقه 50 ميجا بكسل، مزودين بالذكاء الاصطناعي مع ديوال فلاش ليد. مستشعر الكاميرا الاساسيه بيجي من سوني IMX707 فتحه عدسه 1.9، وفيها مثبت بصري مع فيز اوتو فوكس. بالنسبه لمستشعر الكاميرا الثانيه اللي بتيجي من نوع الالترا وايد، وبتدعم زاويه تصوير 115 درجه. اما عن الكاميرا الثالثه فهي خاصه بالتصوير التليفوتو بفتحه عدسه 1.9 مع 2x اوبتيكال زوم. جوده تصوير الفيديوهات بالكاميرا الاساسيه بتوصل ل 8K مع 24 فريم، وسلو موشن بجوده ال HD مع 1920 فريم في الثانيه الواحده. متوقع نزول تحديثات جديده لواجهه الميو اي 13 عشان التليفون يقدر يعالج الصور بشكل افضل في الفتره الجايه ان شاء الله. بالنسبه للكاميرا السيلفي هي بتيجي بدقه 32 ميجا بكسل، وبتدي جوده تصوير فيديوهات فول اتش دي مع 60 فريم، وكان يفضل ان هي تيجي 4K افضل من فول اتش دي. بالنسبه لموضوع البطاريه ونظام الشحن في تليفون شاومي 12 برو، هنلاقي ان التليفون مدعوم ببطاريه سعه 4600 ملي امبير، واللي بيميز التليفون انه بيدعم شحن بنظام الهايبرد تشارج بقوه 120 واط، وده بيعتبر شحن قوي جدا هيشحن البطاريه بالكامل في 18 دقيقه. ده غير الوايرلس تشارج
جاي بقوة 50 واط والشحن العكسي بقوة 10 واط. ومن وجهة نظري بتعتبر منظومة البطارية والشحن في شاومي 12 برو هي الأفضل لغاية دلوقتي وبدون أي منافس على مستوى كل الفئات. الشركة أعلنت عن سعر تليفون شاومي 12 برو على الموقع الخاص بيها في الصين. هنلاقي النسخة 8 جيجا بايت على 128 جيجا مساحة تخزين داخلي ب 4699 يوان، ما يعادل 737 دولار أو 13625 جنيه مصري. بالنسبة للنسخة 8 جيجا بايت على مساحة تخزين 256 جيجا ب 4999 يوان، ما يعادل 784 دولار أو 14500 جنيه مصري. النسخة ال 12 جيجا بايت على 256 جيجا مساحة تخزين داخلية ب 5399 يوان، ما يعادل 847 دولار أو 15670 جنيه مصري. طبعا السعر ده بدون إضافة الضريبة الخاصة بالسوق المصري، ولكن في العموم بيعتبر أرخص فلاج شيب حديث مقارنة بالشركات المنافسة. نيجي لآخر جزء في الفيديو بتاعنا وهي المميزات والملاحظات اللي بتأخذ على التليفون. هنبتدي مع مميزات التليفون. هنلاقي التصميم ووزن التليفون ممتازين جدا. نوع الشاشة والتردد التكيفي بيوصل 120 هرتز، ده حاجة ممتازة جدا. تالت حاجة التليفون بيجي بأحدث معالج من كوالكوم وسناب دراجون 8 الجيل الأول. رابع حاجة منظومة الشحن واللي بتنفرد بيها شاومي ان هي تقدر تقدم تليفون بقوة شاحن 120 واط. خامس حاجة طبعا التليفون مزود بالانفراريد. سادس حاجة واللي فعلا عجباني جدا هو سعر التليفون واللي بيعتبر منافس. الجزء الخاص بالملاحظات المأخوذة على التليفون، اول حاجة هنلاقي التليفون كعادة الفلاجشيب مش بيدعم مخرج الهاند فري، وده احنا قلنا ان معظم الناس اللي بتستخدم اجهزة الفلاجشيب بيعتمدوا اصلا على الايربودز وعلى السماعات البلوتوث. تاني حاجة التليفون ما بيدعمش تركيب كارت ميموري. تالت حاجة التليفون ما بيدعمش الاي سيم. رابع حاجة معالجة الصور مش هي الافضل بين اجهزة الفلاجشيب. خامس حاجة لاحظنا ان الكاميرا السيلفي ما بتدعمش تصوير الفور كي. وهنا اصدقائي اكون وصلت معاكم لنهاية فيديو النهاردة، وياريت لو عجبكم الفيديو تدعموه باللايك. بشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.